اختتم وزير التدريب المهني آدم دانغاي ناكور كير زيارته لإقليم بروكو بمدينة كرديمي، والتي التقى بسكان المنطقة وحثهم على العمل واحترام السلم الإداري. تقرير محمد طاهر صالح رافق الوفد وأعد التقرير التالي. بعد أن استكمل زيارته داخل مدينة فايا، توجه وزير التدريب والتكوين المهني آدم دانغاي ناكور كير إلى مدينة كرديمي عاصمة محافظة بوركويالا، التي احتشدت جماهيرها الغفيرة لملاقاة الوفد. وبعيد وصوله عقد اجتماعا مع كافة المسؤولين الإداريين والعسكريين وأهالي المدينة لتوجيه رسالة السلام في المنطقة، وحثهم على احترام السلم الإداري والحفاظ على مقومات الدولة ومكافحة ظاهرة المخدرات التي أصبحت وبالا على الشباب كي لا تدمر حياتهم ومستقبلهم. كما حث على مراقبة المحافظة من المهاجرين إلى دول الجوار وتحريب المخدرات، واستمع إلى طلبات أهل المدينة بتوفير المستلزمات الضرورية للعمل الإداري وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي طريق عودته إلى فيا، استقبله أهالي قرية غورما بالترحيب وحسن الاستقبال. وعقد الوزير والوفد المرافق له لقاء مع جماهير قرية غورما، وأكد لهم بأن زيارته إلى الإقليم تندرج في إطار تدريب وتكوين الشرائح النسائية بالمنطقة عبر مشروع طموح موله البنك الإسلامي للتنمية، والتي يستفيد منها سكان الإقليم برمتهم، سيما الشرائح النسائية المستفيدة من هذا التدريب في هذه المرحلة. ووعدهم بأنه سوف تقام دورات مماثلة في المراحل المقبلة. قدم حاكم إقليم قراء محمد علي حسب الله الحصيلة العامة للحالة الزراعية للموسم الزراعي 2016-2017. بحر الدين عبد الشفادود والمزيد من التفاصيل. قدم حاكم إقليم قيرا محمد علي حسب الله نقطة صحفية تناول فيها برنامج الحالة الزراعية لعام 2016-2017 في المنطقة، حيث أن الحالة الزراعية في الإقليم تواجه العديد من الصعوبات الاقتصادية، وذلك بسبب قلة الأمطار الموسمية التي أدت إلى أزمة اقتصادية. وقد أشار حاكم الإقليم في حديثه إلى أنه قام بزيارة تفقدية إلى بعض المناطق الزراعية داخل الإقليم، حيث قام بزيارة تعرف إلى محافظتي بحر سنياكة وأبو طيور، وتعرف إلى كثير من الأسباب التي أدت إلى قلة الإنتاج الزراعي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية في الأسواق، مطالبا الحاكم السلطات العليا والمنظمات الخيرية بتقديم يد العون لهؤلاء الضعفاء والمتضررين بسبب قلة حصول الأمطار الموسمية. وقدم حاكم الإقليم محمد علي حسب الله نداء إلى الرأي الوطني والدولي بغية تقديم يد العون قبل شهر فبراير لإنقاذ سكان الإقليم من المجاعة، كما طلب من المنظمات الإنسانية والدولية بمساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ المشاريع التنموية. عقد حاكم إقليم اللجون الشرقية آدم نوكي شرف الدين لقاء عمل مع العاملين في القطاع الصحي. الهدف من اللقاء هو وضع حد للعيادات الطبية غير المرخصة. محمد السليك في هذا التقرير الذي يقرأه الحسين النور يوسف. يهدف هذا الاجتماع لإخبار مندوب الصحة العامة لإقليم لوغون الشرقي الوجود العشوائي للعيادات الطبية الخاصة، بحيث أن الحاكم لاحظ 12 عيادة طبية في مدينة دوبا يباشرون عملهم دون تصاريح من قبل الجهات المعنية. في كلمته حاكم إقليم لوغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين شدد للمندوب إلى ضرورة متابعة هذه المراكز بالإضافة إلى العاملين في الصحة العامة حول ما إذا كانوا يحترمون ساعات العمل. ومن ناحية أخرى قال الحاكم إن هذه العيادات الغير شرعية هي السبب في عدم فعاليات العلاج التي تقدم للمرضى. وبصفته المسؤول الأول بالإقليم دعا كل من محافظ مقاطعة أندي وعمدة البلدية إلى تشكيل لجنة مشتركة لإغلاق هذه العيادات دون أدنى مجاملة، التي لا تمتلك أي وثائق أو مستندات إدارية تثبت وجودها. وعليه فإن هذه المبادرة التي قام بها حاكم الإقليم هي خطوة جادة تساهم في تقليص الأنشطة الصحية الغير شرعية بالإقليم. يشهد إقليم بروكو موجة من المهاجرين والمهربين، وبهذه المناسبة تحدث حاكم إقليم بروكو عن هذه الحالة في المدينة.
هسا مشاكلنا الأساسية مشكلة أنا الترافيك، أنا يعني دروب ترافيك، أنا أرم إنسلا وحجرة غير شوية. كل اللي يعني جينا هنا الدول الأفريقية ده بيجوا مارين في زلنتور حقنا وأبرنا نحو الشمال، البعض يسعى داير يمشي في يعني مناجم هنا الذهب في تيبستي، والبعض داير يمشي ليبيا، من ليبيا داير يمشي أوروبا. خلانا بعد ما أنا جيت وشفت السيتواسيون كونا لجنة أمنية مشتركة على مستويين، على مستوى الولاية يعني في لجنة أمنية ريجونال بتكون من كل الوحدات الأمنية العسكرية والبارا الميليتير كلهم، وفي على مستوى المحافظات في سو كوميسيون ديبارتمنتال ده يعني سورفيي بار الكوميسيون ميكس ريجونال. أكثر الوقت يعني بذلنا جهد في فايا داخلية، لأنه شفنا يعني ودي في البيل ذاته كي ما مستحسن، خلافات كثيرة قاعدة، والشباب الجديد أعمارهم صغيرة ولقوا عربات، سواء كان بفضل وجود الذهب في تي في سي، سواء كان يعني بطريقة أخرى، يعني دائما ودي لأنه أخلاقهم ما حميدة، وهي تلقى في وسط الحلة بيجي سيبو يعني برص أو تلقى بيجي بأقصى سرعة. ونبقى في أخبار الأقاليم، حيث قام منسق مشروع المياه والنظافة موسى درنبل بافتتاح 3 خزانات للمياه بإقليم البطحاء، وبالتحديد في قرى لمكة وإبراهيم 1 و2. أحمد داود مراسلنا من هناك. 3 قرى شملها مشروع المياه والنظافة وهي قرية إبراهيم 1 وقرية إبراهيم 2 بكنتو جعادني وقرية لمكة بكنتو سلامات، حيث نفذ في هذه القرى مشروع المياه والنظافة 3 خزانات المياه سعة الواحد 25 متر مكعب. 2 من الخزانات تعمل بالطاقة الشمسية والآخر يعمل بمولد كهربائي. وقد حلت تماما مشكلة المياه في هذه القرى 3. ودعا منسق مشروع المياه والنظافة موسى دوندريال المستفيدين الحفاظ والإدارة الجيدة على هذه المياه. كلمة ما يندعب ديل سو اسد سو ديل فضل في قدامنا ده عند سنه تمام عشان يجي يتوقون كي كي كان سؤال كان ما كان كل يجي يدور لهم جوسك سنه تمام دون كدار ده سؤال دور ده ناس اللي عندهم بيره نما سر كل يقرب في دين وديل. المستفيدون من ناحيتهم شكروا الحكومة التشادية وشركاء التنمية وأكدوا أنهم سيحافظون على إدارة وتسيير هذه الخزانات. الله يبارك في الرئيس على الدولة الشغل القصر من التشاد كما في كلنا كأمانة وكلنا كزقانة. نشكر الحكومة ونشكر الرئيس الدولة ونشكر المقدمين في الشركة كلكم جميعا، لأن شغل سيئت لنا ده شغل أحسن منا ما في علمي هو بس الحياة. هذا المشروع مولته الحكومة التشادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقام بتنفيذه مجموعة شركة CMT سوجيك تشاد.